هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ولدي عمره 21 سنة وهو لا يصلي، وعجزت معه وهو لا يسمعني، وأنا مسؤول عن مصروفاته والمبيت، فماذا تنصحونني؟ مسؤول إيه؟ عن مصروفاته ومبيته. ما دام أنه ما يستقل بنفسه ولا يستطيع يعيش بنفسه، أن تصبر عليه وأنفق عليه وحاول معه لعل الله أن يهديه. اصبر على هذا، لا تتركه، كرر عليه النصيحة، كرر عليه الأمر، كرر لعل الله أن يهديه، ولا تطرده هم من يضيع أو يضل أكثر. نعم. أما إذا كان يستطيع يستقل بنفسه ويعيش بنفسه فلا تتركه، لا تتركه في بيتك، بل أخرجه، خله يروح يسنع روحه. نعم.